اليوم ان شاء الله غادي ننطلق بمواد غذائيه وفرشه من 25 طن، وهذا لاخواننا السوريين وتركيا، وهذا كله وهذا شرف لشعب المعسكر. وهذا الليمانيتي دائما كانت من ديننا الحنيف ومن عند الامير عبد القادر في 1860 اللي هو انطلق بالاخوه وكان من سوريا. ونتمنوا لكل المحسنين الخير والسعادة، ودائما المحسنين اللي دائما راهم يشاركوا ومعسكر دائما في الكوارث الطبيعية سواء على مستوى الوطني ولا الخارجي، دائما راهم يشاركوا. نشكروا الشكر الجزيل للشعب تاع معسكر اللي دائما يساهم.